كوبايتين من اللبن الحليب، هحط عليهم السكر تو تيست يعني زي ما بتحبوا، فاحط عليهم مثلا نص كوبايه تلت كوبايه سكر، هحط لهم معلقه كبيره بشر من البرتقال. البشر فيه الطعم اكتر، في الزيوت اللي بالبرتقال، احط عود او اتنين قرفه يسخنوا مع الحليب. وهحط السر بتاعي سيمولينا، سيمولينا اللي هي السميد. خدت التريك ده من وصفه حلويات يونانيه بتتحشي بالسميد، مهلبيه السميد بالبرتقال، فقلت خلوني احط معلقه ونص مع الكوبايتين، بيدوني ترميله حلوه. القرفه مع البرتقال خلطه شهيه وشهيره هتحبوها جدا. طلعنا شويه من ماء الزهر وماء الورد والمستكه النكهات التقليديه الى نكهه بشر البرتقال مع القرفه. عندنا ايه؟ عندنا الزبده او السمنه بنحطها في الفرن بعد ما تتشرب زي ما عملنا مع السمسم. دلوقتي عندي هنا ورق الجلاج وعندي صفارين، الصفارين دول هحط عليهم شويه لبن حليب. اوب ثواني، انا النهارده ماله اللبن بيقع، بس اللي انا ابكي على اللبن المسكوب صح، عشان بس اخلطهم معاهم على البارد واضيفهم على السخن عشان ما يبقوش بيتعرضوا لحراره عاليه بسرعه، فاحطهم معاهم واخلط كويس لانه اللبن لسه ما سخنش قوي، مجرد بس بدفيه. كنترول على فكره بيقولوا لي دقيقتين، تعالوا نعملها بدقيقتين بالظبط. خلاص حطي النار، كوبايتين حليب على بيضتين على معلقه بشر برتقال، انا بس عندي الصينيه اهي، على سكر وقرفه وبس. بصوا بنعمل ايه، اسهل ما يكون. بناخد الجلاج وبنكشكشه، شايفين بايدي كده زي المروحه، وبنحطه كده. ناخد الطبقه الثانيه بنعمل كده، ناخد كمان، في اسهل من كده ما اعتقدش، زي المروحه اللي كنا نعملها واحنا صغيرين في المدرسه. سهلة عشان تقولوا لي ما نعرفش نعمل حلويات في رمضان، سهلة. هناخد دلوقتي نشيل القرفة، ناخد القرفة ادتنا الطعم اللي احنا عايزينه من غير ما يبقى طعم القرفة الواضح والصريح، ونقوم مسقين بالخليط ده، ده بشر البرتقال اللي انتوا شايفينه اللون الاورنج ده، كوبايتين حليب، بيضتين، معلقتين سميد، شوية سكر، بشر برتقال معلقة كبيرة، والقرفة والمطيبات دي بترجع لكم. دي ممكن نحط عليها على الوش هنا مكعبات الزبدة، أنا بوريكم بس عشان تشوفوا التطبيق، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما دي تتحول لدي. بصوا لو جبنا الاثنين مع بعض، دي بتتشرب وبتبقى زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، حرفيا عملتها في دقيقتين يا جماعة.